الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكريم، يسعدنا تشريفكم سيادة الرئيس وحضراتكم جميعا هذا الحفل الكريم والذي يأتي في مستهل موسم الحصاد بمنطقة سهل بركة بالفرافر. وأود في البداية أن أوجه خالص الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولكل الشركات الوطنية التي شاركت في هذا الإنجاز الكبير. يأتي احتفالنا اليوم مواكبا لاحتفال المصريين جميعا بعيد تحرير سيناء الحبيبة، والذي يتزامن هذا العام مع احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، ومع احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج. ولعل في هذه المصادفة إشارة إلى مدى ترابط وتلاحم الشعب المصري، ودليلا جديدا على وحدة الهدف والمصير لنا جميعا. سيادة الرئيس، الحضور الكريم، لقد قمتم سيادتكم منذ حوالي 4 أشهر بتدشين مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان انطلاقا من هذا المكان في منطقة سهل بركة في الفرافر. واليوم يأتي احتفالنا ببدء موسم الحصاد، شاهدا على إصرار وعزيمة وتصميم المصريين على تحدي الصعاب والمضي قدما على طريق التنمية والبناء، وأن يكون هذا نموذجا يحتذى به في باقي المناطق التي سيتم تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان بها إن شاء الله. سيادة الرئيس، إن ما تم إنجازه على أرض الواقع يأتي تنفيذا لتوجيهات سيادتكم بإنشاء نواة لريف مصري جديد تتوافر به كل متطلبات الحياة الحديثة للفلاح المصري وأسرته، وذلك بتواجد جميع الخدمات الثقافية والطبية والترفيهية والخدمية، وهذا يعد بداية للخروج من الوادي الضيق إلى كل ربوع مصر. كما يحقق هذا المشروع الاستخدام الأمثل لخزان المياه الجوفية ليساهم في بناء مصر المستقبل، ويعمل على سد الفجوة الغذائية والمساهمة في الحد من اعتماد مصر على استيراد الغاز من الغذاء من الخارج، علاوة على إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وخدمية توفر الآلاف من فرص العمل لشباب مصر. إن احتفالنا اليوم هو مقدمة لافتتاح العديد من المشروعات في مختلف المجالات والتي ستشرفوننا بافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، ويشمل ذلك مجالات الإسكان والصرف الصحي والبتروكيماويات والأسمدة والكهرباء وغيرها من المجالات. إن هذه المشروعات تحمل الأمل في مستقبل مزدهر ومشرق لشعبنا العظيم. وفقكم الله يا سيادة الرئيس، ووفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.